انا رح شيل القشطه. في عندي انا بالبيت مقسومين قسمين، ناس بتحب القشطه ان كان باللبن ان كان هيك لحاله على الترويقه، نحن بنسميها ترويقه، في ناس بتقلها فطور، يعني عنا اياها يمي يمي، اطيب قشطه ممكن ناكلها. جبني ما شاء الله لا قوه الا بالله، جبني ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فقت الصبح من بكير وطلبت حليب، اشتقنا للحليب الفريش اللي فترة اللي من قبل رمضان لهلأ ما طلبت حليب، فنقصني لبن ولبنة وجبنة. إن شاء الله رح نبلش بقى بعملينهم من هلأ وريح، خاصة بهالفصل اللي نحنا فيه. أنا دايما بقول بالشتوية وبالربيع وبالخريف أكتر شي بفصل الشتاء بيكون الحليب دسم سبحان الله، فإذا عملنا لبن بيطلع لنا لبنة كتير، وإذا عملنا جبنة بيطلع لنا جبنة كتير، الحمد لله. جعبلنا أكلة كوسة وبيدنجان، فقلنا بدنا ناخد الكوسة والبيدنجانات، عنده بيدنجانات بشاو. كيفك يا علي اليوم؟ الحمد لله تمام. جيت المشوار الماضي ما لقيتك، يا أهلا فيك. نقل كوسيات ايه؟ قد القياس اللي انت عم تنقيهم مظبوط ممتازين، سلم دياتك. شوف البيدنجانات ما شاء الله غير شكل. ليكو حبايب قلبي، أنا بعرف ببقية الدول بيستعملوا غير باذنجان للحشي، نحن هون بلبنان بنستعمل هذا الباذنجان. هذا الباذنجان بناخده للحشي كتير طيب، بعتقد مصر عندهم نفسه بس لونه أبيض كمان، فسبحان الله من دولة لدولة بتفرق. سلم دياتك يا علي، عم يدلق لنا الكوسة مشان ينقيلي الحبات الكبار. ما شاء الله من هون بتنزلوا البضاعة؟ الله يبارك. هذا الباذنجان للشوي؟ نعم ما لمزة. يومتي اللي ما بتسوق من عندك الخضرة يا علي؟ هي شو بيعملوا بالكومنتات؟ وينو علي؟ ما عدتي رحتي لعند علي؟ ما شفنا لعلي؟ فالله يرزقك يا علي عن جد، عقد ما إلك محبين وعقد ما الناس عم تدعي لك بالخير لأنه أنت آدمي. طيبة حامضة انا اطيب بندوره بحب هاي. انا بحب هاي البندوره، هاي نمبر 1، هاي المعلقه بيسموها، هي الاردنيه اطيب بندوره ممكن تاكلوها بالحياه، كتير طيبه. ليكل حمص، هذا الحمص اللي بيجي اخضر هلا موسمه كمان. الله يسلم دياتك يا علي، عم تسلى فيهم بالسياره. احلى بوكي حمص، احلى بوكي حمص. عم تبيع كالسيتات؟ قد ايه سعرهم؟ 300. 300
3 ب 100,000، يعني 3 بأقل من دولار. رح يجيب لي من نوعية الكالسات يلي أنا عجبتني. ما حرام طفل بهيك عمر يشتغل، والله العظيم شو قلبي بيوجعني بس شوف هيك ولاد حاملين علكة، حاملين كالسات، حاملين محارم. أنا ماني بحاجتهم، ها بس حاخدهم مشان يفيدوا. خيك عنده من نفس النوعية اللي أنا حبيته، من هاي النوعية. فرجيني النوعية التانية اللي عندك إياها. هاي نفس فرجيني. ماشي. هيكو هاي موديلها كيف؟ هيكو هاي موديلها كيف؟ لا يا صغير. أعطيني اللون الرمادي. هذا الرمادي. مانك مسجل بالمدرسة أنت؟ لا. ليه؟ عم نشتغل بدنا نساعد هلا. الله يوفقكم يا رب. ما درست ولا سنة؟ بس صف الثالث. والمفروض هلا اي صف تكون؟ السابع. ودارس بس للصف الثالث؟ بدك رمادي؟ الله كريم، اعطيني رمادي اعمل معروفة. اعطيني. يعني من هول اللي بيجوا من هول طويل ما بقى عندك؟ ما كان عندك منهم ولا بعتهم لغيري؟ بعتهم لغيري. يلا الله يرزقك يا رب. ما بعتهم. ايه؟ لو بعرف كم مبعته. ايه تسلم لي يا رب، الله يرزقك. خلص مش الحال. هني هولي بيطلعوا ثلاث جواز، اسود وكحلي وابيض. زمان ما خلي علينا. قولك الله يرزقك، الله يحميك لاهلك. ليك وفوق قولك اخ. بيقول لي اذا ما معك خليه علينا، الله يرزقك يا رب. سلم دياتك كلك ذوق. مو تشرين على التيك توك. لا ما حنشرك على التيك توك. يا حرام انه ليكو عن جد، يعني اطفال بعمر الورود بيتجولوا بيبيعوا كالسيتات. ما حرام ما حرام، حدا يقول لي شو ذنبه هالطفل عم يبرم هيك بالشوارع بطقة الشمس هو وعم يبيع، ناطر بين يشتري منه جوز كالسيت. الله يرحمنا برحمته. ما احلى بيقول لي مو تنشرينا على التيك توك. اصلا انا ما صورت له وشه. الله يحميهم لأهلهم ويبعث لهم أيام حلوة ونخلص من هالقافة، قافة تشغيل الأطفال بهذا العمر الصغير. إن شاء الله يا رب بقى نخلص من هالقافة. فتت على هذا المحل لفت لي نظري أنا بالسيارة قاعدة، فشفت في بقلبه بضاعة مميزة، قلت بدي أنزل بدي أشوف شو في جوا. فبيلفتوا لي نظري أنا هيك محلات. شو هيدا؟ هولي بينحطوا بالإيد. ليكو هالقعدة قدي حلوة، بس لاحظتوا مثل ما أنا لاحظت؟ ليكو قدي بسيطة. شايفين هوليك اللي أنا حطتهم برا وحط عليهم بويات وزرعة عليهم؟ ليكو هني عاملين فرشات أو كنبيات حاطين وراء هذا القصب، كتير حلو هالألوان. هاي شو متناسقة. تعالوا ناخد لكم، ناخد لنا فتلة بالمحل. هيدا شو؟ جزدان. ما أجمل هالألوان، كتير حلو. ذكروني بدولة، اكتبولي شو مروكبة. هاي طرابلسية، هاي الشنطة طرابلسية مش شغل بلاد برا. مروكبة يعني ليمون حامض. وهداك شو اللي ننقذ أنفسنا، واللي وراها شو بنذهب إلى اليونان. هذا بوف. في أشياء حلوة تحسوا أنه اللي إله مرق بهيك قصص كتير بيشوف اشياء حلوه. بيكون هاي الابوع برمت الدنيا عليها انا الصيفيه الماضيه عشان بس اطلع على الضيعه الشمس ما يحرق لي وشي. ليكو ما احلاها كتير حلوه. هل بدي اسال شو سعر هاي الابوعه ولا هاي القعده؟ كله قش بقش، اشياء حلوه. ليكو من مثل اللي بيحب هيك نوع اقمشه او هيك الوان هيك تطريز؟ أقولكم بينقعد على هاي، بدي أجرب أقعد.
نشوف القعدة يا ما انت كريم يا رأي. والله القعدة مريحة، حلوة القعدة، كتير مريحة. شي جديد يعني، مش دايما نحنا منلاقي ببلادنا هيك محلات. كانت عم تقلي صاحبة المحل انه هول الغراض بتجيبون من بالي، مدينة بالي، جزيرة جزيرة هي. فوالله شي حلو. ايه وبأفريقيا كمان. ليكو اصلا هي البضاعة بتحكي عن حالها، مبين شي افريقي. ليكو هون كمان هيدا. كانت عم تقلي صاحبة المحل انه عم تعمل جوا صالة لليوغا. والله يا عمي شي حلو. ليكو هول شو حلوين كمان، مثل اللي شفناهم بهولندا لا او ببلجيكا، هيك بسكلتات وهيك قصص. في هون كمان اسم الله جل جلاله، في اشي حلو. ليكو هذا فيل كتير حلو. والله غراضك كتير حلوين، الله يوفقك. في بخور حلو كمان اذا بتحبين. في بخور كمان، مع انه حسيت انه كله افريقي. الافريقيين بيعرفوا بالبخور؟ هذا من الهند البخور. هندي. تعالوا نشوف البخور، نلقي نظره. انا من الناس اللي بحب البخور، بس هيدي ما بيطيق ريحته، ما بعرف ليش. انا لو الشغله وقفت علي بضلني شعل بخور وهيك بخر البيت، بس هيدي ما بعرف ليش. ما بحب الروايح القويه بالبيت، يعني حتى المعطرات اللي بجيبها أنا للأرضيات بجيبها كتير ناعمة مشان هو ما يتضايق. الله حبيته لهالمحل، في أشياء حلوة. تعالوا نروح. ليكو هيدي هذا شجر زيتون، مين بيقطفهم بكرة بس يطلع الزيتون؟ ليكو زهره واقع على الأرض. هذا شو معناته؟ معناته ببطل يطلع زيتون؟ لا لكن خلص عقد. ما احلاهم، يا ريت الارصفه كلها تصير زيتون. كيفكم؟ شو بقعخانهم رمح افندي؟ كيفك؟ شو وينو بطاح اليوم؟ منو معكم؟ يلا مشوا. وهي رجعنا على البيت. هلأ شوفوا أنا كيف تركت الحليب قبل ما فل، بخاف لا يوقع فيه غبرة شي. الواحد ما بيأمن يترك الأكل مكشوف، فما بغطي بالغطا تاع الطنجرة لأنه كتير بيعرق، والقشطة تقريبا بتنعدم عندي، يعني ما بيطلع لي كتير قشطة. فبحط عليها هي نفس القماشة يلي أنا بصفي فيها اللبنة، بس خفت لتروح القماشة توقع فيها فتقلت عليها من يمين واليسار بهولي تعول المعمول. فرح كشفها هلأ. بدي روب اللبن. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. شفتوا ليش بقولكم هلأ موسم الترويب؟ وعملين الجبنة ليكل حليب، الله يبارك كيف لونه أصفر، الله يبارك. أو القشطة، القشطة يلي عوشها كيف طالع لونه أصفر. فهي فترة بس ما بيمشي الحال ينعمل لبن بهيدي درجة الحرارة، لأنها كتير فترة لازم شعل النار تحت الطنجرة دفيها أكتر من هيك، بطريقة إنه لما بحط إصبعتي الصغيرة بقلب الحليب بعد للعشرة لحتى بعدين حس إنه بلشت تحرقني وما بقى متحملة، لازم عد للعشرة. بسم الله. لا ما شاء الله أنا عندي 10 كيلو من الحليب، رح أحط لهم 5 ملاعق طعام من اللبن الزبادي. هلا في ناس بتقول ملعقتين طعام كفاية، أنا بحط 5 ملاعق طعام. باخد اللبن. شو بنعمل هلا؟ هلا هون في خطوة اختيارية أنا بعملها، أنتو فيكن ما تعملوها، إنه شيل القشطة. في كتير ناس بتترك القشطة، أنا رح شيل القشطة. في عندي أنا بالبيت مقسومين قسمين، ناس بتحب القشطة إن كان باللبن
إن كان هيك لحاله على الترويقة، نحن بنسميها ترويقة، في ناس بتقلها فطور، يعني عنا إياها يمي يمي، أطيب قشطة ممكن ناكلها. في ناس إذا شافوها باللبن ما بقى يأكلوا اللبن، فأنا إرضاء لجميع الأذواق بحملها وبحطها بصحن على جناب، واللي بيحبها بيتروقها من بكير بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ضربة معلم. شو رأيكم؟ شايفين ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وإذا ما بدكم تاكلوها فيكم تفرزوها بهالطريقة وتدخلوها بالحلويات مثل ما مندخل القشطة يلي مشتريها من السوبر ماركت. بيكفي إنه عم ناكل شي طبيعي ولذيذ ومنعرف حالنا شو عم ناكل وشو عم نطعمي ولادنا. أما للترويب رح أخذ شوي من الحليب الدافي بحطه فوق اللبن بهالطريقة هاي، هلقت كفاية، وبحرك اللبن مع الحليب الدافي بخليهم ينسجموا ويصيروا قوام واحد. بسمي بسم الله، ننزلها بهالطريقة فوق الحليبات، ولا أسهل من ترويب اللبن. يعني جربوها مرة لو بكمية قليلة إذا كنتوا خايفين، يعني بكيلو لبن وشوفوا النتيجة ورح تدعوا لي بإذن الله. منحركهم. إذا كنتوا حاطين القشطة وما بدكن تشيلوها، ما بدكن تخربوا شكل القشطة، زيحوا القشطة شوي على جنب من هون ومن هون، فوتوا الملعقة بهدوء وحركوا بهدوء بهالطريقة. ساعتها بتضل القشطة على الوش وبتكونوا انتوا دمجتوا لبن الزبادي مع الحليب بهالطريقة هاي. هلأ بيخدها بغطيها لأنه الطقس بعده عنا بارد نوعا ما، يعني ما فينا نقول شتوي، لا بس الطقس بارد فلازم غطيه بالحرام. بس بأيام الشوب الشوب يعني بتموز آب أنا ما بغطي الطنجرة للأمانة، لأنه بس غطيها اللبن بيفشل عندي. فهي من الملاحظات اللي حبيت أذكرها حتى تستفادوا. حطيت الطنجرة هون، رح لفها بالحرام وما بخلي حدا يقرب عليها أبدا، يعني ضلني كاميرتها لمدة 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات، ممنوع حدا يقرب على هاي المنطقة. يعني بنقي زاوية بالبيت ما حدا يقرب عليها وبحط فيها الطنجرة وبأمن عليها، يعني مثل لما منلف العجين بعد 5 ساعات منرجع لها منلاقي أحلى لبن صار عنا. طبعا ما دغري منستعملها منشيل الطنجرة ومنحطها بالبراد، بس تبرد تماما لمدة 3-4 ساعات بعدين بتصير جاهزة للاستعمال. وصحة وألف عافية. حفرت كل كمية الكوسة والبيدنجان، ما شاء الله عن جد طازة وفريش كأنهم جايين هلأ من الجنينة. حفرتهم وغسلتهم كتير منيح، بغسلهم بالمي والملح أنا، وهلأ رح أحشيهم الحشوة المعتادة، رز ولحمة مفرومة. أنا بحب استعمل لحم الغنم يكون بقلبه شوية لية بتعطيها نغنغة وطعم كتير طيبة، ما بحط لا سمنة ولا زيت، مجرد شوية لية بتعطيها طعم طيبة وبتعطيها الدسامة يلي نحنا منحب نحسها بقلب المحشي. وباخد بصلتين ثلاثة بهذا الحجم وبفرموا الناعم كتير. ليه بفرموا الناعم كتير؟ لأنه عائلتي معودة أنه ما يحطوا بقلب المحاشي بصل، فأنا بحب دخل طعمة البصل وبحس البصل بتعطي للمحاشي طعم كتير طيبة. مشان هيك بنعمها بطريقة بخليها تدوب دقوبين بقلب حبة الكوسة والبيدنجان، وهن ما حينتبهوا حيأكلوا حيحسوا حالهم عم يأكلوا شي طيب بس ما نعرفينين شو السبب. نعمت البصل على الآخر، وهي الحشوة كمان صارت جاهزة عندي. رز هذا الانفرتر عندي أنا، كل ما يطلع صوت الانفرتر بقولكن عندي أنا. فحطيت رز مصري واللحمة اللي فيها شوية لية تقريبا 20%، قلت للحوم يحط اللي فيها لية، والبصل البصل الفرمته ناعم، البهارات هني فقط 7 بهار وملح، رح أخلطهم مع بعضهم كتير منيح وبلش حشي. وهي الحشوة صارت جاهزة، ما بحط لها لا سمنة لا زيت، هي دهنتها منها وفيها. وبحشي الكوسية للتربعة هي والبيدنجانية، ما بعبيها للتام. بس أهم شي بكل المحاشي أنا بحب دايما ضلني أذكرها حبايب قلبي، إنه الرز نغسله قبل ما نحفر الكوسة والبيدنجان، لحتى لبين ما خلصنا يكون الرز تشتش ونفش شوي. فتقريبا منضمن
يعني مش تقريبا، اكيد بنضمن انه الكوسيه والباذنجانيه ما حترزرز معنا. زياده عن هيك انه بنحشي الكوسيه بس 3/4. رح كمل حشي هلا كل الكميه. شوفوا حبايب قلبي، انا حاطه طنجره فيها مي ورب البندوره وملح، رح نزل فيها هلا الكوسه والباذنجان بعد ما حشيتهم. بس اهم شيء تكون نوعيه الرب البندوره عندكم طيبه، لانه بتفرق معكم بالطعمه مش 180 360 درجه. بسم الله، نزل الكوسه والباذنجان، ما ضروري شيء قبل شيء. شوفوا ما شاء الله كيف مستويين. اذا بعمل شوي صغيرة ليكو رايحة نيفة مستوية على الآخر. سكبتهم كلهم مباشرة بالبايركسات، لأنه إذا ضلوا بالماء بفلشوا بفقعوا، فمباشرة منشيلهم من قلب الطنجرة منحطهم ببايركسات. ويا سلام على الريحة، شو بحكي لكم على الريحة، لفت البيت لف. على فكرة كتير ممكن إذا منحب منحط كم قطعة تعظيمي بقلب المرق، يعني هي وعم تغلف بيكون بقلبه كمان ريحة ونكهة غير شكل، مع المرق بيعطي طعمه كمان جدا مميزة. وفي ناس بتحط نعناع وثوم، في ناس لا، أنا للأمانة كتير بحبها، بس عائلتي نص هيك نص هيك، فأنا فضلت هالمرة أني ما حط، بس مرتي الجاي بإذن الله بدي حط، لأنه عن جد كتير طيبة مع الثوم والنعناع. بسم الله ما شاء الله. هلأ أنا شو بكون عاملة هون؟ مجهزة طنجرة اثنين صغار كمان ستانلس ستيل لحتى عبيهم فيه وحطهم بالبراد، والباقي بعملوا لبنة. جبنة جبنة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولا بجبنة الله يبارك. فعملوا بنفس الطريقة حبايب قلبي، وبإذن الله بيطلع عندكم أشهى لبن، بتدعوا لي عليه. طبعا انا من بعد ما فكيته من الحرام تركته 24 ساعة لحتى برد تماما. روح قلبي الشغل هيك قلبين اجبين، كتير بحب. بدهم اطيب اكلة شيش برك هول، او ارمان بلبن، او كوسة بلبن. وهي الطنجرة الثانية كمان رح حطها بالبراد. حطيتهم هون بالبراد، بيضلوا عندي يعني تقريبا أسبوع وأكثر من أسبوع كمان. فقد ايه حلو الإنسان هيك يعمل شغل بيتوتي، بيعرف حاله شو عم ياكل، شي نظيف، شغل دياته. الحمد لله.